بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى برضو نعمل مراجعة سريعة كده لكام جملة نحو. السؤال رقم 29 بيقول لك أوشكت سحائب مصر أن تمطر. التاء في أوشكت، طبعا دي تاء تأنيث باينة، مين اللي أوشكت؟ هي سحائب مصر، يبقى التاء. هتقول لي الإجابة الصح هي رقم ألف، حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. السؤال رقم 30 بيقول لك الفعل جعل وأنشأ فعلان من أفعال. طبعا لسه قايلينها في المراجعة اللي فاتت، دول أفعال الشروع. خلاص يبقى ده فعل من أفعال الإيه؟ الشروع. السؤال رقم 31 بيقول لك فليبقى الحب ما دامت الحياة، إعراب كلمة الحياة. طبعا باين من الجملة إن ما دام، مين اللي ما دامت الحياة؟ يبقى هنا ما دامت ده فعل تام، يبقى الحياة تتعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. السؤال رقم 32 عسى فلسطين أن تتحرر، حكم اقتران خبر عسى بأن. طبعا عسى ده فعل اللي هو عسى، الفعل عسى والفعل أوشك، احنا عارفين ان هو يقصر اقتران الخبر بأن، يبقى حكم اقتران الخبر بأن. هتقولي الإجابة الصح هي رقم ألف، يقصر، يقصر اقترانه بأن. السؤال اللي بعده رقم 33 بيقول لك إن المؤمنين متراحمون. بيقول لك إذا وضعت إخلولق مكان إن، فالتغيير الحادث هو، طبعا إخلولق فعل من أخوات كاد، بترفع المبتدأ وتنصب الخبر، بس لازم يكون الخبر بتاعها خبر جملة فعلية. تمام. الخطوة التانية خلي بالك إن إخلولق الخبر يجب اقترانه بأن، يبقى الإجابة الصح هتبقى الإجابة رقم ب، المؤمنون. يبقى تقول لي إخلولق المؤمنون أن يتراحموا، يبقى الإجابة الصح رقم ب. طيب كمان سؤال، رقم 27 بيقول لك باتت الأم ترعى طفلها المريض. باتت الأم ترعى طفلها المريض، طبعا ده فعل من أخوات كان وفعل ناقص، لأن الجملة بعديها باينة الأم بقى ليه اسم وليه خبر اهو. طب يبقى ده فعل ناقص. تمام. هل هو مبني؟ بات فعل ماضي مبني، يبقى في نفس الوقت ناقص ومبني، طبعا مش تام لأن احنا قلنا ناقص خلاص، يبقى الإجابة الصح رقم د الأولى والثانية. رقم 28 بيقول لك تأوي الطيور إلى أعشاشها فتبيت. تبيت ده فعل تام، باين إن هو تام لأن ملوش اسم وخبر، يبقى فعل تام. طب مبني، هل هو فعل مبني؟ لا طبعا، لأن تبيت ده فعل مضارع مش مبني، وفي نفس الوقت مش ناقص ولا مهموز، يبقى الإجابة الصح رقم ألف، هو فعل تام. طيب رقم 29 بيقول لك كاد الفقر يفتك بالبسطاء، حكم اقتران خبر كاد بأن. طبعا احنا عارفين ان كاد يقل اقترانه بأن، خلاص كاد وقرب يقل اقتران الخبر بأن، يبقى الإجابة الصح رقم جيم، يقل. السؤال اللي بعده رقم 30 بدأ أو أخذ فعلان من أفعال، طبعا الشروع احنا لسه قايلينه من شوية.